بعد يكون بانهم يصلون ويدعون واكثر شيء فيهم يعملوه ويدوشوا مع السكت في بيوتهم. صحيح. لكن بما يتعلق بالارشاد الرسولي، هذا الارشاد الرسولي الذي سيعلن غدا الكنيسة الكاثوليكية في لبنان وكل الكنائس انه تطبق هكذا ارشاد رسولي، بظل البعض بيقول انه نحن بيختلف عن قانون انتخاب المسيحيين بلبنان. صحيح. الذهاب معظم تحديدا البعض يقول انه المؤسسات اللي هي حامله اقله اسم او راي مسيحيه معينه عم تذهب اكثر الى الماديات. صحيح. بظل يقول البابا بنديكت السادس عشر انا لست بصانع معجزات. صحيح. ولم اتي حفوق والامل من المسيحيين تحديدا في لبنان وفي المسيحيين ما قادر يقوم بهذا الدور البابا، يعني البعض يقول بانه حفاظا على ارواحهم حتى ما نقول مسيحي اكثر امانا. نسبه الناس اللي سعودية هدفها فقط يعني ارسال رساله للعالم انه ممكن حتى ما يضل يقولوا انه المسيحيين قاموس السلم، يعني بيقول لك بمصر طيب نقوا بانفسهم المسيحيين قد ما فيهم. البابا السعودي صحيح. حاول الراحل من المسيحيين. صحيح. اليوم طيب انا بس شغلتي اصرف بهذا البلد واقوي اقتصاد، لانه اجمالا فئات المسيحيه هي من الفئات والطبقات التي تعتبر بالميسوره والجيده في العالم تحديدا مقارنه مع في تجار كبار عم المصريين لهون على هذا البلد عم بيطلبوا فيه مشاكل اجتماعيه والاقتصاديه.